نتكلم عن الايجابيات بنبارك لمنتخبنا الوطني بقياده ميكالي الوصول الى كاس الامم الافريقيه، منتخبنا الوطني للشباب بعد الفوز اليوم على تونس بنتيجه 1-0، بنبارك لكل اللاعبين وكل الجهاز الفني. كابتن هاني، ده انجاز مهم طبعاً. النهارده بعد وصول منتخب الكابتن صحيح. احمد الكاس. صحيح النهارده الموقف كان صعب جدا للمنتخب المصري، كان فضلت النهارده معلقه لاخر 10 دقائق اخر مباراه. يعني كان لازم النهارده المنتخب المصري يفوز على المنتخب التونسي للوصول لبطوله الامم الافريقيه المؤهله كمان لكاس العالم، فكان الحقيقه كان نقطه مفصليه في هذا الجيل، لان لا قدر الله كان حصل حاجه كان كل الجيل ده. لكن مبروك للجهاز الفني، مبروك للعيبه، لعيبه على مستوى عالي، عندنا لعيبه مميزه جدا في السن ده كمان 2008، بنبارك للكابتن احمد الكاس، فكل التوفيق لمنتخباتنا كلها في الفتره اللي جايه. كابتن عماد، قبل ما اروح لمباراه الاهلي النهارده واهم الايجابيات والمكاسب، برضو منتخبنا الوطني للشباب فيه لعيبه مميزه ولعيبه من النادي الاهلي، بتتكلم على كباكا، بتتكلم على معتز محمد، بتتكلم على محمود لبيب، على بوستانجي، لعيبه كتير في النادي الاهلي. وحارس المرمى حازم. حازم جمال. حارس المرمى طبعا. وفارس خالد ايضا. وفارس خالد، غياب محمد عبد الله، غياب وعندك من الاعراد احمد عبدين. واحمد عبدين. ويوسف سيد عبد الحفيظ، كل المجموعه اللي متواجده مع المنتخب، لا اكيد عندنا مجموعه مميزه، وكان حرام ان الجيل ده وجيل 2008 انه ما يشاركش في بطوله افريقيا اللي هتاهلك لكاس عالم، ولسه هتستنى اكتر من سنه وشويه علشان تلعب تصفيات توصلك للاولمبياد 28، المشوار هيبقى صعب. فكان الوصول مهم. يعني المنتخبين للاسف بدانا مش كويس، لكن الحمد لله نهينا بشكل كويس. منتخب كابتن احمد الكاس مبروك ان هو فاز بالبطوله ويوصل كمركز اول. منتخبنا اللي كانت فرصه ضعيفه بعد اول وتاني مباراه، النهارده قدر ان هو يوصل على حساب الجزائر وعلى حساب تونس وعلى حساب ليبيا مع المنتخب المغربي. مبروك طبعا للجهاز الفني، مبروك للعيبه. نحاول على قد ما نقدر نشتغل اكتر علشان بطوله افريقيا توصلنا ان شاء الله لكاس العالم.